الو، عالسلامة. عالسلامة عالسلامة. اليوم اثنين. والله شفت ياسر حاجات على الفيسبوك تحفونين، نستخدم ربي معاها. معناها في الحر وفي السخانة، والعبيد معناها عاملة مجهود وقاعدة تخدم في الناس كما يقولوا. طرقات هاني قاعدة تتمد سيارة، يعطيهم الصحة، برافو. هكاك يوليو يستحفظوا على الكرهب اللي توا متواجدة متاع تونس. واللي هما يمشيوا بالبترول أكثر وقت، هكاك يوليو ينجموا يستغلوا البترول أكثر مدة معينة، مع أكثر مدة معناها أطول مدة، ويحافظوا على عمر السيارة أطول مدة، خاطر تو مستقبلا السيارات والاختراعات الجديدة باش تتغير باش تتطور. معناها ماكش باش تلقى، يمكن معناها 20 سنة أخرى صعيب أنك تلقى سيارة تمشي بالبترول. معناها كيما ما تلقاش ترينو، كيما هكا ترينو يمشي بالفحم الحجري، فهمتش؟ معناها كما يقولوا يمكن تقعد تونس هاو عندها السيارات هذوكم القدم. دونك كي باش تحافظ انت على السيارات القدم وتولي تستغل اكثر الطاقة معناها البترولية اكثر مدة معينة باش ما توليش ديمودي، هكاك معناها كما قلنا معناها تستحفظ على الطاقة وتستحفظ على الكهرباء. يلزمك وقتها تستحفى معناها تمد الطرقات باش الكراهب ما تتكسرش وما تتهلكش وما وهذا راه موضوع مش مخفي، معناها مخفينه كانش على اشخاص معينين، فهمت؟ ما هذا راه ياسر معناها معروف في تونس وفي الخارج وفي كل شيء، عنده سنين قاعدين معناها يخترعوا في سيارات جديدة. معناها اذا كان انت باش تخبي حاجة راك باش تخبيها على روحك، معناها في الاخر تقعد كان انت ما في بالكش، الناس الكل في بالها معناها، فهمت؟ دونك قاعده معناها كيما نقولوا تهمش في روحك، ولذلك يلزمك في ساعه تولي تعرفوا على باش. دونك هالطرقات هذم المحفره والمكسره باش السيارات تمشي وتتكسر ما تساعدش، خاطر بعد تولي طاقه اخرى مش الطاقه البتروليه هذيك. دونك احسن حاجه يظهر لي حسب رايي، اذا كنت تحب تحافظ على الطاقه البتروليه وتستغلها اكثر وقت ممكن، يظهر لي يلزمك تجيب توا على بكري، هلا معناها تجيب توا هالسنين هذم السيارات اللي هما تو باش يلوحوهم في اوروبا، اللي هما يمشيو بالمحرك هكا متاع البنزين كيما يقولوا متاع البترول، فهمتش؟ وخاطر بعد باش يصنعوا سيارات جديده تمشي بالكربون اللي هو بالطاقه الشمسيه، فهمتش؟ واحنا مانيش معناها بارعين في ميدان الطاقة الشمسية، وعندنا المخزون كبير متاع الطاقة البترولية اللي احنا كنا مخملين للأجيال المقبلة. الأجيال المقبلة باش يلقاوه كي الفحم الحجري معناها، وكذلك مش حتى إذا كان خملوه ما يلقاوش وين باش يستغلوه، خاطر السيارات باش تولي تصنع المصانع سيارات جديدة تمشي بمحرك بالكربون، فهمت كيفاش؟ ولذلك انت كي تحب تحافظ بزيد وقت على استهلاك معناها البترول، حافظ على الكياسات، معناها زيد مد الكياسات في اقرب الاجال، مش معناها بعيد ياسر، خاطر بعيد ياسر باش تلقى كياسات اخرين، كياسات على الجنب فمك اللي تعمر طاقة الكربون في عوض الكيوسك متاع الواحد متاع البترول، وباش تلقى معناها دنيا اخرى جديدة 2020 و2025 وكل شيء، فهمت؟ ولذلك معناها العبد الانسان يفيق راهو مش حاجه، ويفيق المسؤولين باش اهم حاجه المسؤولين حتى اكثر من العباد، والعباد في بالها هي على باش مادام الانترنت محلوله للناس الكل، الناس الكل في بالها. دونك اللي باش يخبي
انا نحكي مش على المسؤولين اللي باش يخبيو، خاطر المسؤولين ديجا بداو في الـ في الـ في الـ يعطيهم الصحة في مادة الطرقات وكل شيء، معناها فهموها الحكاية. اما لكن اللي معناها عندهم المخزون هذا ويحبوا يحبوا يخبيوا الحكاية، ليه راهو سيء ناس كل في بالها باش تقعد، كان انت ما في بالكش ماكش باش تتقوقع انت هكا وتقعد انت ديفازي، فهمت؟ والعالم كله معناها متطور، ولذلك يلزمك تكون مهفه و فهمت، مش لازم سامي شكون هنو يعرف روحه ولا تعرف روحها، فهمت؟ تكون مهفه وتقف لهالحكايه هذه، راهو عندك فرصه بسيطه باش انك تمدد، معناها انك تستغل المخزون البترولي هذيك، فرصه بسيطه وما كانش فايره، معناها حتى كنت تقعد تخمل على روحك، العباد الكل في بالها، ابسط انسان في باله، معناها الانسان انت اللي تقعد ديفازي، ولذلك بتخليش روحك هكاكا. ريجل توا مد الطرقات في اقرب وقت، اقرب الاجيال مد الطرقات، هبط كان تحب كرهب جدد، اذا كان انت باعث المشاريع ولا انسان باعث المشاريع ولا حاجه، هبط كرهب جدد كما يقولوا اخر بروموسيون، الاخر متاع البروموسيون، جيبها بالمحركات هذوكم وحافظ على الطرقات باش تنجم انت تستغل الطاقة البترولية هذيك اكثر وقت ممكن، سينو مخزون هيك وباش يقعد في اللابار انساه ما يرجعش. شفت الفحم الحجري يبدأ ملوح قدامك ما تهزوش، معناها ما عندك ما تعمل بيه، حتى كي تشعل كانون تضربك زنزانة كما قولوا الدوخ. زنزانة تحط شوية قارص شوية ضحك توا يزي من نبداو السرية. أنا مع العلم أني نحب ياسر حرف الزيد. الولدة معناها الوالدة زوابي، دونك أنا بالسلامة ما بنت وسيلة زوابي. زنزانة في وقت معين مش بيا باهي تخليك حية. اما كي مش بيا كي تخلبزك كي نتفدليك راهو مش في الاخر. اي بيا المهم هاني فهمتك شويه، وراهو اقسم بالله راهو هيك هو الصحيح، زي تخلي روحك ديفازي هكا، هو هيك اللي نقول لك، معناها مش شي اخترعته وانا ولا اللي هبط اليوم في الانترنت ولا حاجه، ليه هيك سيء علماء معناها عنده عشرات السنين تقام يخدموا فيه، فهمت؟ وخرج من 2005 ومن 2010 ولا قبل شويه 2009، دونك انت حاول كيفاش تكون مهفه، ربي يعين الكل. واحنا انا باش نزيد نقول حاجه، احنا قدام كيسنا مش مكيس، فيت الطاقه، فيت راهي الطاقه معناها نتاع البترول فيت، والكيس ما تكيس حتى شيء ما تعدى، فهمت؟ تخاف معناها وجايه الطاقه نتاع الكربون وباقي الكيس ما تكيسش وما تعديتش كار قدامنا، كانش في عهد النهضه يرحم والديها قبل معناها تكيس، وان شاء الله تو زاده في العهد هذا هو مجبوش زيد ان شاء الله يزيدوا يكيسوه تابي زربيه او تواخذ جبدنا زربيه تحفونه بيا تفرشها زربيه مزيانه ان شاء الله ربي سهل على المعلومات هذه المهمه اللي باش تنقذ ياسر عبيد. زربيه وكل شيء ويتعدى من قدامها وبحذاها الضو والريم تاع الكار وكل شيء حقها بحذينا في لدريسه، شنية لدريسه قصاص بالي شارع 41 شارع بن عياد، ان شاء الله ديما ايامنا عياد. صفاقس سيدي منصور انا سهله هيك يتكيس. على خاطر مالي الحومه، وعلى خاطر بشوفه سيي معاش باش معناها معاش باش تستعملوه. هاي ربي معاكم.